شحال اخويا خديتيها مبروك؟ شحال خديتيها؟ 50 الله يسخر اخويا زوين الله يسخر حالو؟ حالو الله يجيب التيسير زوينين. وعليكم السلام. 5 درهم اخويا. 5 كلها؟ هي اللي دايرينها. هاكا ودي هاكا. صحة وراحة. السلام عليكم. 8:08 دقائق. الله خارجين من السوق نتاع الاثنين، سوق الحاجب. سوق اثنين الحاجب اليوم 26 في شهر 6. في الحاجب من جهة السوق راه كان زوينة زوينة. هنا كاينة زون فيلا، كاين من موراها دي لو ايكونوميك. المهم السوق، السوق ديال الحاجب مازال ما السوق باقي ما لقى راسو من رجليه. السوق دابا تشوفوا ديك الفيديو ديال السوق، الشاري كيعطي شي أثمنة عيانة ناقصة، والبائع باغي ثمن مرتفع، وكاين الفرق بيناتهم بزاف. والمشكل الغنم موجوده، يعني غادي تشوفوا كاين بزاف اللي تتسولوا شحال عاطين، تيقول لك ما مازال ما عطاوه، يعني مازال كاع ما وصلوش بنادم، ما وصلش عنده بنادم باش يعطيه شي ثمن زعما، لا قليل ولا كثير. بزاف على لي ضودان وبزاف على الطريق عاوتاني. هادي دابا راه بحال جايين من ازرو، هادي رابطه بحال الطريق اللي من مورانا ديال ازرو. من هنا كاين مرجان ديالهم ديال الحاجب، ها هو مرجان ديال الحاجب، هو هذا مرجان صغير صغير. هاد المنطقة هادي لا على اليمين ولا على اليسار مزيانة، السكنة فيها مزيانة، هي تيقول لك زايدة غيزة في البرد، في البرد كتكون زايدة غيزة على التحت. وواحد الطريق على اليمين هي اللي كتدي، الطريق على اليمين هي اللي كتدي الإفران. هادي دابا إلا درنا على اليمين من هنا أدروات تطلع على الإفران، طريق إفران. هنا رحنا هابطين الحاجب لتحت وهابطين وغادي للمكناس. زيد تاكسي مسكين تيخصو يزرب شي ترزق الله. ثمانية و11 دقيقة، دابا 29 درجة في الحرارة.
بالحاجب 29 يعني الا غطنا المكناس انا بطو غادي نلقاو 32 ولا 34. اليوم الحراره غادي تفوت 40. هادو هزين هاد الغولف هز الغنم هز شي حولي ولا جوج. مخلين الكوفر مفجج باش يتنفسوا الغنم. اذا هاد الدارك الملكي على اليمين وهنا باش تدخل لعين الذهيبه هي من هنا. القهوة اللي على اليمين ها هي اللي كنشوفوا فيها دابا اون فاس ها هي اللي حداها منع الوقوف والتوقف. ها هي سميتها ليسكار. هادي راه منها كاين كيفاش تهبط تهبط حتى العين خادم تهبط حتى العوينه تما. هذيك العين ما نعرف واش باقي فيها شي ما ولا حتى هي نشفت. هذا هو الحاجب. وعلى اليمين كندخلوا لوسط الحاج. الا درنا على اليمين كندخلوا لوسط الحاج. وديك الطريق نيشان راه هي طريق فاس طريق توجدات هي اللي كتدي لفاس و تتدي لتوجدات. هذا شارع خري فراي. جميل تاع مكناس وكل شيء كيبان من هنا. هذاك اللي تيبان راه بوفكران هذاك راه هو تيبان من هنا حيت هنا العلوم. هاد الطريق اللي قدامنا نيشان ها هي هادي هادي ها هي ولات على اليمين. هادي هاد الطريق كتهبط العين غبان عين غبال اللي كيسمع عين غبال تيقولوا جهة بولحمص. هذه كتب تما كاينه ايت علي الدير كاينه الضيعه 427 وقيلا الضيعه 427 كاينه يوسف حمو. رجعوا عاوتاني ارض فلاحيه خصبه شات من تما عاوتاني حتى تخرج تخرج حتى الحاج قدور ديك الطريق. هذا منظر حاد هو على اليسار. هذا منظر حاد. انا منظر حاد كانت فكره بورماش بورماش داك الملوين اللي كيقطعوه تيديروا له الدجاج والحلبه والعزيزه كيديروه زوين هنايا. اللي بغاه يمكن عندهم واحد النهار تيكون موجود وقيلا الاربعه ولكن من غير الاربعه يديروه لك سور كوموند. اللي بغاوهم خلاص راه ندبر له في التليفون راه ما عنديش ولكن ندبر لهم فيه عندي منين نشدو. هاد الطريق اللي على اليسار كتدي لاكوري تتدي لاكوري. القهوة ديال الطوطال تيديرو طويجنات زوينين هادو ما بيهمش. هنا انتهاء 40 هنا المية. هاديك واحد الأخ اللي قال لي نقارن ما بين ديك القهوة
القراقة القراقة وما بين الروقي. قال لي يا محسن خصني نمشي لديك القراقة ولا شوف كي دايرة. شي نهار ندوز عندو باش عادي يمكن لي نقارن نشوف حتى لي سباس ديالهم كي داير. الروقي انا مجربهم حتى نعرفهم زوينين داكشي زوين لو سيرفيس زوين. ولي سباس عندهم الفضاء زوين داكشي المهم زوين. هادو ما مازال ما عمرني شفتو. داليا أدروات هذه وقيلة تبع الزنيبر إنت. هاد العنب هذا هاد العنب الصغير هاد العنب الصغير منو تيقدو الخمور. اليمين ضيعة الشليحات دومين الشليحات لكم يربطوا حزام السلامة أثناء السياقة. دابا لي جوندارم عندنا أول حاجة تيشوفو هي الصمتة واش دايرينها الركاب اللي اللور خلفيين. تيشوف دوك اللي اللور واش دايرينه تيشوفش القداميين. القداميين راه باينين عندهم من هذا اليمين شاتو روسلان. هذا هو اللي كاين فيه واحد السيدة شتها في واحد البرنامج تدير العودان هنايا عارف واش تابع داك الشيء الزنيبر ولا الدومين ديالهم بوحدهم عارف مرت من حتى هي سيتون اترونجير يعني ماشي مروكية. الطريق ما بين مكناس والحاجب راه فايت صورتها لكم. الحرارة وصلت ل 30 دابا 28 دقيقة. دابا التصوير دابا التصوير خاص نبقى نصور لكم الصباح بكري وجماعة ودخلت تخبى الحرارة ما عرفت ايه الحرارة. البارحة وصلت 44 اليوم الله أعلم شحال توصل. دابا 8 مازال كاين اللي باقي ناعس دابا كاين اللي باقي ما تقلب حتى التقريبا الاولى وصلت 30. ديور باردي اللي عنده شي سفلي عندو لا كليم عاوتاني خلاص هذيك هضره اخرى. لا تنبغي شي
باراج بيرمانو سارة ما بقاش من كورونا اللي هنا تغيرات بزاف ديال المحطات عند الدرك الملكي حتى عند الشرطة. الحرارة حتى 29 الملوي. شفتو على ملوية قداش بانت؟ تصورات اللي ما شافش الملوية رد السين تا اللور اليمين ملواية نيت كتشيني داك الشيء. رانا وقتي ديال الماكلة مازال ما وصلت، مازال لي ساعة ونص، عاد 8:37 الغنم تبارك الله هادو مشارجين الغنم ما عارفين غاديين بيها واش ديالهم واش شراوها. السوق غادي
غادي يهبط للسوق. كاين الطريق على اليمين من هنا كتدي للحاج قدور. واش هادي واقيلا هي هادي ولا هادي؟ ما هادي ولا هادي؟ مش عارف واقيلا هادي ولا بجوج كيخرجو. هادا خصنا نحيدوه. هاد الطريق اللي على اليمين هي اللي كتدي كيتلاقاو كيتلاقاو. المهم هادي على اليمين كتدي للحاج قدور. كتدوز على ديك البلاصة نسيت سميتها تما شي فيرما تيقول فيرما ديال الأميرة نسيت السمية نتاع المنطقة البلاصة كاملة. جزيرة سدي مازال ما حل. اليسار كتخرج البريدية هادي هاد الطريق اللي على اليسار.
هذه هي الركراكة، ركراكة ماشي ركراكة هي هذه. زوين تيبان لي سباس زوين، عندهم فين يلعبوا الأطفال، هذاك الشيء زوين، داك الشيء عندهم زوين، خايرة زوينة. خصني ندخل باش نشوف الماكلة كي دايرة ونشوف لو سيرفيس كي داير. واحد المطار، مطار منسي، خصني شي نهار نصورو لكم واحد المطار أما يغطو.
فيزيت عامرة الستاسيون ديال لا فيزيت. إذا تبارك الله عليكم، الله يحفظكم، الله يعاونكم.